كما أشاد أعضاء مجلس النواب بالخطاب الملكي السامي في افتتاح دور الانعقاد الحالي. وأعرب أعضاء المجلس عن اعتزازهم وتقديرهم الكبيرين للدعم المتواصل من قبل جلالة الملك المفدى للسلطة التشريعية وللمسيرة الديمقراطية. وللحديث أكثر حول هذا الموضوع معنا عبر سكايب سعادة السيد عمار البناي عضو مجلس النواب. أهلا بك في نشرة الثامنة، هل لك أن تحدثنا عن أهمية توجيهات جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه في تكريس المسيرة الديمقراطية لمملكة البحرين وتعزيز مبدأ دولة المؤسسات والقانون؟ بداية لابد أن أرفع أسمى آيات الشكر والعرفان والتقدير إلى المقام السامي إلى سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه بمناسبة الافتتاح لدور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الخامس لمواصلة المسيرة الديمقراطية في مملكة البحرين. سيدي جلالة الملك المفدى هو الراعي الأول والضامن الأبرز للديمقراطية في مملكة البحرين، واللي أرسى المشروع الإصلاحي لسيدي صاحب الجلالة أسس الديمقراطية في مملكة البحرين، واللي منحت كل المواطنين حق الانتخاب بكل حرية بكل شفافية لتحقيق مجمل الإنجازات التي تصب بصالح الوطن والمواطن. مملكة البحرين اليوم تعيش نهضة كبيرة على المستوى الديمقراطي وحقوق الإنسان بفضل التوجيهات السامية لسيدي صاحب الجلالة اللي رسمت مستقبل الديمقراطية وعززت أيضا دور العملية السياسية في المملكة وأعطت الشرعية لمجلس النواب واللي وفرت المقومات الضرورية لمجتمع قائم على التعددية السياسية وقبول الآخر. ولابد أيضا أن نقف بما أشاد فيه سيدي صاحب الجلالة حفظه الله ورعاه بالجهود الحثيثة والمتواصلة لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في إدارة الأزمة الصحية الأخيرة وقيادته لفريق البحرين بالرغم من صعوبة هذا الوضع والجائحة واللي وضعت البحرين في دائرة الأمان، لنؤكد نحن كسلطة تشريعية بأن الحكومة الموقرة تسير بثبات ورؤية واضحة تبعث علينا الثقة بمسار النمو الاقتصادي الأفضل اللي نتمناه لمملكة البحرين. سعادة السيد عمار البناي عضو مجلس النواب، شكرا جزيلا لك.